تحية نضالية للأستاذ الأساتذة، السيدات الأستاذات، الموسيقى وموسيقات المؤسسات التعليمية بالإقليم. تحية لكم عاليا وعلى الصمود ديركم جميعا. أستاذ الأساتذة، كنشوف الخطاب الرائج والسائد الآن من داخل المؤسسات هو إمكانية الرجوع إلى الأقسام أو تعليق الإضراب. أستاذ الأساتذة، واش كاين حد الآن شي حاجة ملموسة رسمية من قبل الوزارة تشجع أو تستحق تعليق الإضراب؟ بغيت غير هذا السؤال، الله يجازيكم بخير. واش خرج نظام أساسي كامل وقريناه ولقيناه فعلا كيساج بالتطلعات ديالنا كشغيلة باش أننا غادي نناقشوا مسألة تعليق الإضراب؟ السادة الأساتذة، السيدات، الأستاذات، الله يرحم لكم الوالدين، ما نديوش على الخطابات الشفوية والهاتفية والكتابات ديال الواتساب والفيسبوك، كنتعاملوا بشكل رسمي مع الوزارة. أما حتى مجموعة من النقابات راه ماشي هي اللي خرجتنا النضال الأساتذة، وبالتالي ما تسمحوش الخطاب تيئيسي، الخطاب تعجيزي، الخطاب ديال التشتيت وتفتيت الوحدة أنه يتسرب الصفوف ديال الأساتذة والمؤسسات من قبل النقابيين اللي كيخدموا الأجندات ديال الوزارة. الله يجازيكم بخير سادة الأساتذة، الله يرحم لكم الوالدين، احنا صامدين، منهكين نفسيا بدنيا، ولكن لا سلام للسلام إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة ديالتنا. ماشي الغاية والهدف هو النضال، هو الاستمرارية، هو التصعيد، الهدف هو تحقيق المكتسبات وتحصين المكتسبات. كنشوف بعض الإخوان هنا جابوا من بعض المؤسسات إمكانية ديال تعليق الإضراب على ما يخرج نظام أساسي. أنا خاص نظام أساسي يخرج هو الأول ونقرأوه، إلى عجبنا ثم نديروا تعليق الإضراب، ما عجبناش ثم خذوا القرار اللي بغيتوا. ولكن من دابا الأساتذة، من دابا الخطاب ديال الفشل ديال الاستسلام، بغيتوا نضربوا المعركة في الحيط، بغيتوا نضربوا المعركة في الحيط، هذا الشيء كله اللي بنيناه يمشي لنا سدا، يمشي لنا هباء منثورا. سطروا برنامج نضالي ديالنا، ولما لا، هذا مقترح شخصي ماشي كنفرضوا ولا كنوجه الخطاب ديال الرأي العام ديال سميتو توجه ولا كندير كنوجه الأساتذة. خاصو أنه نساعدو نديروا فيه برنامج نضالي بحال الأسابيع اللي فات، عادي كأن شيء لم يقع. كان آمنوا إحنا بنظام أساسي كامل، ماشي كل مرة ويخرجوا لنا نقطة، راه تم حل هذا الملف شوية، هذا قلنا خرجت هذا الملف، وبداو كيتصارعوا علينا تما، كل واحد كيبغي يبين شنو هو الملف اللي عالج. أنا إحنا تيعملنا نظام أساسي كامل، كامل الأساسي ده نظام أساسي كامل، بالإضافة لأهم النقاط الأساسية اللي حطيناها كشرط للعودة إلى الأقسام. تحملوا المسؤولية، الله يجازيكم بخير، ارجعوا للمؤسسات ديالكم، ارجعوا جوج، ارجعوا ثلاثة، ناقشوا معاهم، ما بقى قد ما فات، ماشي غنسلخوها حتى للعنق ونسمعوا فيها. الله يرحم لكم الوالدين، صمدوا شوية، صمدوا، ما قلناش سيدي غنصمدوا 15 يوم ولا شهر ولا شهرين، راه صمدنا شهرين، فما بالك أسبوع. سترو برنامج، نسترو برنامج نضالي، غدا عندنا مجلس وطني تناظري على بعد، رفعوا التوصيات. ملي غادي نرفعوا التوصيات غيتسطر برنامج نضالي، غننسقوا الحمد لله بعدا صافي راه كاينه دابا الوحده، غننسقوا مع التنسيقيات الميدانيه. ملي غادي ننسقوا مع باقي المكونات اللي كتنض في الساحه، انا ذاك خرج النظام الاساسي، غيقراو الاساتذه والاستاذات، عجبهم تبارك الله، ما عجبهمش تما يشوفوا شنو غيديروا، بغاو يصعدوا تبارك الله، بغاو صافي يوقفوا يوقفوا. ولكن دابا حتى شي حاجه رسميه ما كايناش، وكتناقشوا تعليق الاضراب. اما تنساوش الاساتذه بان راه الناس ديال النقابات، ماشي كل النقابات راه دايرين خدمتهم، راه نازلين عند المنخرطين ديالهم وكيعبؤوا فيهم على اساس انهم يديروا تعليق الاضراب، ويقول لك لا نديروا النيه، اش النيه غادي ديرها مع الحكومه؟ ولا استراحات محارب، كيفاش استراحات محارب؟ خاصو يرجع ينعس باش الخصم يهاجموه،
يفضيه. الله يهديكم الاساتذه، الله يرحم لكم الوالدين الاساتذه. شويه ديال الصبر، شويه ديال الصمود، راه واكلين الدق قسما بالله. الا كلشي واكل الدق، راه ما كانش اللي لقاها كيف ما بغاها، ولكن راه الشمته كبيره الاساتذه، الشمته كبيره هي. الى نضلنا 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 حتى الدقيقه 92 ونسمحوا في الماتش ونتراجعوا، نسطروا برنامج نضالي تصعيدي ديالنا ونعلقوه حنا، نوقفوه بيدينا. ماشي المعركه غتطفى لنا في يدنا بدون الاراده ديالتنا. هذه هي الشمته، هذه هي هذه هي اللي كنسميوها تضربات لنا المعركه في الحيط. خاصنا نتحكموا حنا في المعركه، وباش غنتحكموا في المعركه اننا غنسطروا برنامج نضالي تصعيدي. نهار اثنين الى خرج النظام الاساسي غدا، نهار اثنين كيقراو الاساتذه في المؤسسه، كيقراو نهار ثلاث كيزيدوا كيديروا ليه القراءه وكيخرجوا بالمقترحات الى عجبهم قضي الغرض. حنا كنطفيو المعركه، حنا كنديروا تعليق الاضراب، ماشي كيتفرض علينا من خلال خطابات ديال الحكومه الشفويه، ومن خلال وسائل الاعلام ديالهم، ومن خلال النقابيين ديالهم. ما عجبناش سميتو، ما عجبناش المواد ديال النظام الاساسي، تما اللي بان لكم. بغيتو تزيدوا صمدوا صمدوا، بغيتو نديروا تعليق الاضراب نعلقوا الاضراب. ولكن الغريب في الامر ان تعليق الاضراب كيتناقش دابا وما خرج والو، ما قادرش على المعركه. علاش غتدخلها منذ البدايه؟ راه هادشي اللي كانت الوزاره اصلا كتراهن عليه، كتراهن باش تعيا. ولكن المناضل حتى قيمته وكرامته ما غاديش يعيا. لهذا صمدوا، الله يجازيكم بخير، صمدوا الاساتذه، صمدوا. اشرب شويه خطاب ديال التفاؤل في المؤسسات ديالكم. هادوك الناس اللي مدفوعين بالطرح النقابي اللي بغاو يرجعوا الاساتذه للاقسام، واجهوهم داخل المؤسسات، اخرها الفضح. فين كاين المشكل؟ كل واحد كيضرب على عرامو. ثانيا ماشي النقابات هما اللي خرجونا الشارع، ماشي النقابات هما اللي كانوا السبب في الاضراب. فعلا كانوا سبب، لانهم ما ترافعوش على قضايا التعليم، رجال ونساء التعليم. ولكن سادة الاساتذه، ما يمكنش واحد ما مشاركش في الاضراب يجي دابا ويبغي يقول لي، ولا يبغي يفرض عليا، ولا يبغي يجر لنا الاساتذه والاستاذات باش اننا نضربوا المعركه في الحيط، لانه ماشي الصالح ديالهم تقوى التنسيقيه، ماشي الصالح ديالهم تقوى التنسيقيه، لانهم خافوا وتيخافوا باش انها تحول مستقبلا الى النقابه. هذا هو الهاجس ديالهم وبغاو يشتتوها من دابا. الله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو هاد الاوديوات مع المؤسسات ديالكم. صامدين 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 شهرين حتى تبقى لي سميتو 3 ايام ولا سيمانه كاع، حتى تبقى لي سيمانه ولا 10 ايام ونضرب كلشي في الحيط بحال هذاك اللي صايم حتى الخمسه د العشيه وياكل رمضان. الله يهديكم الاساتذه، الصمود ثم الصمود.